محتاجه خبز بلدي، بيضتين وممكن يبقوا بيضه، وملح وفلفل وفلفل اخضر وجزر مبشور واتنين كوسه مبشوره وبصل مفروم وفلفل الوان وجبنه مبشوره وكاري وبهارات فراخ وبابريكا ومكعب مرق. عندي كده طاسه على النار، هبدا كده ايه اعمل نص الحشو. ايه نص الحشو؟ يعني انا هشوح الخضار اللي عندي، تمام؟ هحط الطاسه واسخنها، وهبدا اول حاجه هنزل بايه؟ بالبصل بالشكل ده كده. هبدا انزل بالبصل، عايزه اشوح البصل اخليه كده يدبل شويه اهو، شويه بس الزيت. وانا بشوح البصل ما انساش ان انا افضل اقلب في الحواوشي، عشان مش عايزه الحواوشي اللي عندي يتحروق معايا اهو. هبدا كده ايه اقلب من هنا شويه ومن هنا شويه لحد ما ياخد القرمشه واللون اللي انا عايزاه اهو. خلاص انا شوحت البصلايه بالشكل ده كده، بقى لونها مصفر كده حلو. هبدا ان انا انزل بالجزر المبشور. بصوا جزرايه واحده، يعني انا مش محتاجه كميه خضار فظيع، يعني دي ممكن اعملها بالبواقي الحاجات الموجوده عندي في الثلاجه. ساعات كده بيبقى عندي جزرايه دبلانه كده خلاص مش هعمل بيها حاجه، هبشرها واشتغل بيها. عندي كوسه واحده ولا اتنين كده برضو خلاص يعني مش محتاجاهم في حاجه، هبدا ان انا احطهم. هحط بقى الكوسه والجزر مع البصل كده اشوحه، تمام؟ وهبدا بعد كده ابهر، هحط شويه البابريكا وبهارات الفراخ اهو، وهحط شويه الفلفل الاسود، شويه هحط مكعب المرق، وهجيب الملح اهو كده، هجيب الملح. طبعا خلي بالكم انتوا حاطين مكعب مرقه، فانا هحط ملح بسيط قوي على الكميه دي كلها، تمام؟ هبدا بقى ايه مكعب المرقه كده ايه هاخده في النص ادوبه كده عشان اتاكد ان هو ايه كله داب او ساح بالشكل ده. لو حابين ان هو، لو حاسين ان هو لسه ما دابش، ممكن تحطوا له بق ميه كده ايه تدوبوه في النص كده معايا. هبدا بقى اقلب كل الخضار ده مع بعض بالشكل ده اهو. اسر ممكن تقولي قدامنا قد ايه؟ يبقى احنا البصل، الكوسه، الجزر، ومكعب المرق، والبابريكا، والبهارات، والملح، والفلفل، كل ده قلبناه مع بعض. اوكي. ريم صباح الفل. ازيك يا ريم؟ انا بحبك. وانا كمان. حط بقى الفلفل الوان كده يا ريم. وانتي طيبه حبيبتي وبخير. رمضان كريم. الله يخليكي، رمضان كريم علينا وعليك يا رب. حبيبتي تسلمي. اه طبعا ممكن اكلم اخوكي. يا سلام. الو ازيك عامل ايه؟ ممكن تكلمي اخويا؟ اه اكلمه، انا بحسبه هو اخوكي، صوتكو بحسبكو صوتكو شبه بعض. انا مستنيه هو اكلمه. صباح الخير، ازيك عامل ايه؟ لا مش سامعاك خالص، تتكلم من تحت البطانيه ولا ايه؟ سامعاك الصوت مش واضح يا حبيبي خالص. بصوا هقلب بقى الفلفل الالوان كده، انا معاك اهو، لو انتوا سامعيني حد يتكلم. طب حاولوا تكلمونا تاني عشان الصوت يبقى اوضح. بصوا كده الخضار احنا كله، بصوا الشكل ده، انا مش محتاجه اكتر من كده، ان هو بس يعني ايه يدخل مع بعض كده ويدبل شويه. خلاص تعالوا بقى هرفعه كده على في بوله، احطه في بوله. يلا بينا. هبدا بقى ايه احط كده الخضار اللي عندي كله بالشكل ده اهو، كل الخضار اللي احنا شوحناه اهو. هو اصلا بقى طعمه تحفه، يعني مش محتاج اي حاجه معاه، يعني لو مش عايزين تحطوا جبن ما تحطوش، تمام؟ طب الفكره بقى في البيض هنا ايه؟ ان انا عايزه امسك الخلطه دي، يعني لما ادخلها
في الحواوشي عايزاها تبقى ماسكه. طب امسكها بايه عشان الخضار ما يبقاش كده مفرفط معايا بالشكل ده؟ همسكها بايه؟ همسكها بالبيض. طبعا المفروض اسيب الحشو يهدى شويه واحط عليه البيض، تمام؟ فانا عندي البيضتين اللي انا حطاهم هنا عشان الكميه عندي بتاعه الخضار كميه كبيره. هبدا ان انا ارب كده البيضتين. خلاص انا حاطه ملح وفلفل وبهارات وكل حاجه على الخضار، فمش محتاجه ابهر البيض تاني. هضرب بيضتين كده او بيضه على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها بتاعه الخضار. انا الغرض هنا من البيض ان انا امسك بيه الخضار وانا بسوي. خلاص كده هبدا ان انا المفروض تسيبوه يبرد، بس انا هقلب على طول. تحطوا البيض كده على الحشو وهبدا ان انا ادي بس تقليبه كده سريعه. ام علاء صباح الفل. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وبخير يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك. انا من المعجبات قوي قوي بيكي. تسلمي. يعني بصحى مخصوص واحول القناه عشان اجيبك. الله يخليكي، ده شرف لينا حبيبتي. تسلمي لي يا مرحبا. الله يخليكي، تسلمي. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضلي. انا صحيت لقيتك بتعملي حواوشي البطاطس، بس انا كنت عايزه اللحمه اللي هي اللحمه المفرومه، الحواوشي اللحمه. تمام، عايزه اللحمه؟ مكونات. مكونات ايه بس تقوليها لي حضرتك دلوقتي على طول. حاضر حاضر. تسلمي لي. هقول لك الثلاثه كمان عملناهم ازاي. يا رب تخليكي. حاضر يا حبيبتي. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي وبخير يا رب، وانت طيبه وبخير. شكرا يا حبيبتي. بصوا احنا اللحمه حطينا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، حطينا عليهم ثلاث اربع بصلات كده مفرومين كبار، حطينا فلفل اخضر او فلفل الوان على حسب ما انتم حابين مفروم، وحطينا عليهم حزمه بقدونس. كل ده ضربناهم نعمناهم مع بعض، خليناهم ناعمين خالص، وبدانا ان احنا نحشي بيهم العيش عندنا، بس خليناهم يعني ناعمين خالص كله داخل في بعضه في الكبه كويس. ده كده اللحمه المفرومه. بصوا بقى انا هبدا اجيب العيش كده بالشكل ده وهبدا احط الحشو بتاعي، وكل ما احطه اديله تقليبه كده. هحط كده الحشو بتاعي. خلي بالكوا ده فيه بيض، فاول ما هيدخل على النار شويه السوائل اللي فيه ده هيمسكه، تمام؟ اهو هبدا كده اوزع بالشكل ده. ده طبعا الحشو بتاع الخضار ده ما بيتكشش، مش زي اللحمه، فيعني اللي انتوا هتحطوه هتلاقوه. خلاص دي اضافه بقى، حابين تحطوها حطوها، ما عندكوش خلاص استكفوا بالخضار والبيض. انا هحط شويه جبنه مبشوره كده اهو، لو موجود عندي، مش موجود عندي خلاص اهو بالشكل ده اهو. اساوي كده بقى اي حاجه كده زياده عشان ما تقعش اهو بالشكل ده. خلاص